روى الرئيس السوداني عمر البشير قصة فقدانه أحد أسنانه في شبابه خلال عمله بورشة بناء، وقال البشير في كلمة له أمام تجمع للعاملين والمهنيين: أبوي كان عامل في مزرعة في كافوري، وكنت بشتغل في الإجازات عامل في المنطقة الصناعية، ومرة أوزع اللبن، ومرة طلت بتاع مباني. وأضاف في معرض حديثه عن السلامة المهنية أنه وخلال عملة بورشة بناء سقط من أعلى صقالة أثناء رفعه الأخرسان ما جعله يفقد أحد أسنانه، وتابع: جابوا لي موية ماء وملح، وبعد ما انقطع النزيف قمت وكملت العمل ولم أطالب بتعويضا. ألفت إلى أنه وبعد التحاقه بالجيش وترفيعه لرتبة ضابط دعا البعض لتركيب سن جديدة، وقال: رفضت عيشا كل يوم الصبح لما أحل قبقني أتذكر أنا كنت وي. وأشار إلى أنه يروي القصة عيشا ما في زول، يحكي لينا عن الفقر والمعاناة لأننا عشناها حقيقة. مرة عامل في المنطقة الصناعية، مرة عامل في كافوري توزع اللبن، ومرة عامل طلبة بتاع مباني. لأن أبوي كان عامل فقير، دخله محدود، أنا كنت بشتغل في الإجازة، أول حاجة أطلع مصاريف المدرسة وأعمل ملابسي بتاع السنة كاملة من دخلي، واشتريت عجلة ب2 جنيه عشان أسيبها المدرسة من كافوري لخرطوم القديمة، وكنت شغال طلبة مع مقاول من ناس شنبات الله يرحمه اسمه إبراهيم عثمان جيلي. دي جابت الصحة المهنية يا جماعة. شغالين سهرة بنصف خرسانة بالقدح في الراس، وقعت من السقالة ضربت وشفي السقالة كسرت سندي. جابوا لي يا جماعة موية فيها ملح اتمضمضت، وقف النزيف وكملت اليومية بتاعتي. ما ادوني تعويض ولا طلبت بتعويض، لأنه ما بعرف حاجة صحة مهنية وتعويض وحاجة شكل ده. لما بقيت ضابط الناس قالوا لي يا أخي ركب سين هنا، قلت له ما بركبها لانه اكون معاي في المرايه الصباح اللي في دقني عايل لي سنيدي اتذكر انا كنت وين. عشان كده ما في واحد يحكي لنا عن الفقر والمعاناه، احنا عشناها حقيقه. عشان كده ما عايز الناس يمروا بنفس الظروف دي، وعايزين نحسن الظروف بتاعت العاملين اينما كانوا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.